ما قالوا لي ما تسال حد، هاوكا ولد السوق والسيس نتاع السوق اللي يفهم في النوعيه نتاع الكلاب بالكدا. واضح. بالنسبه شنو تحب تعرف انت على انا راتس؟ خلينا نحكيو علي في يد. الراتس هذيا راتس بيتبو. وفما اللي استفى امريكا هما كيف كيف الزوز فرد راتس تفهم فيا. هذيا ما يجيش وجهه طويل. يجي الميزوكاري والمشوار نتاعو عريق. وشعرته تبدا ميت. تفهم فيا؟ وبعبوسه حتى كي يتهز من بعبوسه اوكي ما يعمل حد شيء، مش كيما الكلب العربي تشده بيديك من بعبوسه، انت الكلب العربي حتى كي تغزر له يزوي. تفهم فيا؟ بالنسبه للسوق لهني عباد تاكل في الخبز تخدم على رويحها، فما الانواع الكل، الانواع نتاع الكلاب الكل من لابرادور كل شيء، تفهم فيا؟ وديجا نقصت شويه الخدمه خاطر ولاو اكثريتهم يخدموا على الانترنت. وفما برشا عباد ماهمش قاريه ديجا معناتها تشوف في السوق. لا عندهم انترنت لا حد شيء، يعطوا للسوق لهني باش ياكلوا الخبز. فهمتني؟ والسوق ارخص معناتها من الانترنت. برشا عباد تلتجئ للانترنت علاش؟ على لهني باش يعطوا للسوق يقول لك فوضى برشا سراق برشا كذا، هذوكم هما اللي يهلكونا في السوق جنب. فهمتني؟ هذه قلت لي شنو هو هذيك كعبوره في راسه يجي، البيتبول تجي عنده كعبوره لهنا في راسه، كي يكبر تترشق دماغه تفهم فيا؟ تولي عنده شق من هنا في راسه من هنا شق. فهمتني؟ كيما الكحله هذيك ريتها انت الكبيره. واقفه غاديك دماغها مربع فهمتني من هنا مشقوقه تلقاها يترشق دماغه وتتنحل تعبر هذيك فهمتني هما ديجا زوز كيف كيف ريتهم والله يسويهم من 100 حتى 150 250 الحاجه الباهية تنجم تاخذ ب 80 ويطلع لك ماهوش راتس فهمتني باعت انا ديجا معناتها نشري ونبيع انا في السوق باعت حاجات ب 80 ماهوش راتس نقول لعبد راك تلتجئ تاخذ حاجه مخير بتبيع تاخذ حاجه مخير تزيد فلوس اكثر فهمتني فما كل شيء ثم كلب عربي ب 10000 وفما كلب عربي ب 350000 في السوق لهنا ويخلق لك ليها اسم عادي طيش كيس يتكسر اسمه تش يقول لك اسمه تش تدخل على الانترنت تفركس تلقاه قلب صابون يحكي لك عليه ماهوش كلب جيم برشا كلاب عربي في السوق يا خويا ولا يهلكهم اللي يغش نحن قدم في السوق لهنا ناكلوا في الخبز ولا يهلكهم اللي يغش انت تاجر في سوق المنصف بي تبيع الحيوانات معظمها الكلاب احكي لي على السوق شويه فما اقبال لي سوق نهار لحد السوق ماهوش كل يوم واحد يدبر الكلاب يدبر الجراو يدبر الكاكا ونهار لحد يهبط يبيع سوق ميت ناس برشا فلوس ما ثماش ما نعرفش عليها الفلوس عند شكون الفلوس ما ندروش عليها وين توا كلب ولا يسوى 400 و500 وقت كان بزوز ملايين الكلب توا يقول لك كلب 350 300 تتفرج تقهر بعينيك وتروح ما تشريش الفلوس ما ثماش بالك على خاطر الراتسه مش صحيحه كما تقول لا لا موجوده الراتسه صحيحه وموجوده مش صحيحه في واحد كي ما يجيش يعرف يفهم الكلب كي يشوفه يفهم اما الفلوس ما ثماش وين الفلوس؟ يعني سوق معبي دزين العباد هذه الكل تهبط جوست تتفرج بعينيها وتروح. سوق منصف باهي ولا سوق فرهيد، سوق اسبوعي نتاع فرهيد، الناس تجي تجيب وليدات صغار يتفرجوا، حليب الغوله موجود هنا. يا حلوشه يا فرته يا قروده يا سيوده يا كل شيء موجود. شنو نوع الكلب هذا؟ بيشون اختي بيشون مالتي هذا. هذا يحبوه العباد الهاي فهمتني؟ معناها زوي ولا ما يقدروش عليه خاطر بصوم على اللوش هذا. تو هذا يعمل 700000. هذا هكا صغيرون ب 700000. هذا من احسن الكلاب تو فهمتني؟ خاطر هذا كلب يحب الماكله النظيفه ويحب الكروكيت ويحب العيش الباهي فهمتني؟ انا جيت هذوما نفيقوا بهم جماعه الزانيمو وجماعه الحوانت ياخذوهم في سافيس. ما تقعد تو دخلوا اربع كعبات ماشي لما له. يقعد كان الكلب كروزي الحاجه الباهيه ما تبغيش في السوق. كيفاش نفرق انا هذا بين الصحيح والكروزي؟ اسمه الشعر نتاعو فهمتني والكلب فهمتني هذا البوان نتاعو ما يفوتش كيلو ونص معناها ما يكبرش برشا والمغروم يعرف فهمتني وكلها لهنا يدخل السوق منصب باهي منا كيلو نحن بالقدم قدم نحن مأسين مع الطبي انا ومنظر الحامي بحرته الرحله هذا فهمتني هذوما مأسين السوق الباقي كل الاخر قسما بالله فما كيفو في السوق اما كروزي؟ فما برشا والمغروم يعرف الحاجه صحيحه يعرفها والمش مغروم يهز حتى 200 و300 بعد يكبر له ويلوحوا وانت شوف الشوارع قديش من كلاب ملوحه معناها كلاب معناها الله غالب فهمتني يجيبوهم بعد تحير فيهم الدولة هذايا كلب هذايا تدخلوا فما عباد باش نبس غيره يرقدوا فيه معناها باش يعرفوا قيمه الفالور تاع الكلب هذايا
وكي واحد يرد بيرو شويه وكاهو في الشارع. كاين هيك هذا بيشو مالتي كي ياسر هذا اموره واضحه فهمتي ولا لا ياكل معناها ياكل في الكروكيت مش معناها ياخذ في كيلو لحم من هنا كيلو بدينار هذا كروكيت كار الكروكيت تاعو ب 100000 120000 فيها 25 كيلو معناها كلب في معناها حتى في البيبي تاعو في كذا ديما يصيب اللي حابين معناها توكلوا جيفه وتوكلوا كذاك هذا كلب بدر اكثر لا قل الناس المغروم يعرف الكليب اللي تبيعهم باوراقهم بالكارنيت نتاعهم فاكسيني تاخذين اربع كعبات يمشيو للفترينير فاكسيني ونتبعوا لهم دواهم نتبعوا لهم كل شيء. باهي كزائر لسوق المنصف باهي كل حد انت تهبط؟ انا كل حد بصفتي نخدم هنا معناتها نخدم في ناجي ايطاليا كل حد هنا انا نجي نطلع. باهي تحكي لي شويه على الاسوام على الحيوانات الموجوده في السوق. على الاسوام الاسوام توا العباد ما تلقاش شيء باش تاكل باش يشري كلب يوكله. يعني الكلب يحب له 5000 مصروف في النهار، أنا واحد من الناس قبل كنت نربي في البرجي يقعد معايا 13 سنة ويقعد معايا أكثر فهمتني؟ تو ما عادش نجم تربي حتى كلب خاطر مصروفه ياسر لازم فهمتني فيزيتا تلقيح طبيب لازم ديما عظمها ما تعرفش عليه يمرض كذا، يعني العباد ما عادش قايمة بأولادها باش يقيم لك تو بكلب، ما تسميش يعني حتى الأسوام خيالية، ساعات تلقى بيعة بكمين يعملوه. فهمت يقول لك اعطوا الزملاين الزملاين عليه يتكلم ست لغات باش يعطوا الزملاين الشر فهمت يعني نجموا حتى المصداقيه زاد ما ثماش الاوراق مضروبه يجي يقول لك روتو بابير روتو بابير هي تعطي السلاله شكون بوه شكون جده الكلب هذاك فهمتني يعني اللي ما يفهمش في الكليب ينجم يتغش في اي لحظه هي يوصل بيه للدار يلقاه ولا يوكله ست شهور في الاخر يمشي بالطول ما يمشيش بال يطلع راس صخره فهمت عندي واحد صاحبي مره خذا كلب مشى ويتويل هو شاد لك ياك تمشي في باله برجي يعني لازم يفهم بال لا 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 فهمتني ولا ساعات مثلا واحد يبيع واحد يبدا الاخر مريض والاخر مريض اكثر منه يبيع له كلب فهمتني هو حالته تعبه يعني من مظهره وبركه يعني تعب ويقول له تعطيه شويه فصدق وتعطيه شويه درشنيه يعني شنو فصدق هو ما كلاوش هو الفصدق باش يعطيه الكلب يعني ثم حتى اللي يبيعوا هنا التجار ما تنجمش تعامل معه هو تاجر اسمه اللهم واحد عنده كلبه ولدت مثلا وكذا تبدا لنثه قدامك وذكر قدامك تشوف الكاركتير نتاع لنثه وتشوف الكاركتير نتاع ذكر اجريسيف لا لنثه حنينه لا كذا نجم تاخذ منهم الجرو هذاك باش تربيه اما بتجي تجري هكاك هذا تشبه حتى الدومين نتاع الكراب كراب تشريها من عندك قريب كلب من عند واحد تعرفه زاد خاطر ثم اللي يعوق في الاذان مثلا تشريه ويعجبك يعجبك مظهر وكل ما حلاه وكل ما جاي هو يقول الله اكبر هو يعوق شنو باش تخليه هذا ماك باش تسيبه حتى شاريه بالملايين تم واحد يحط كلب في داره ولا ذن اذن ويعوق والكلب هو معناتها حتى برشا ناس يأولوا فيه هو لا يجوز وحرام تسمى زوز انواع تاع الصيد يجوز باش تكسبه وحتى باش تبيع فيه وتشري تاع الصيد وثم كلاب الحراسه اما كلاب الزينه تا واحد ماخذ كنيس عامله فهمت هنا حاطه هنا حاب يتصور معاه ولا حاجه الناس بعاد علينا بعاد عليه يعني نحكيو اللي يستحق كلب انا واحد من الناس كنت عامله للحراس نتحرك تحرك معايا يحرس فيك انت يحرس فيا انا ما عنده حتى خدمه شكلي انت لا لا حتى في الاوروب كنت البر نعيش في المانيا ندخل للجامعه اخي وقعد البر قال لي مام كيف انت بكلب اي قلت له عادش بيه اعطيني ترى ايه ولا حديث ولا حكايه يقول هذاك عامله حراس ثم برشا كلاب ساعات تو يسمع كلمه ما تنجمش تخلط عليه تصيب عليه واحد كيفه يجي في جرد هذاك علاش مجعول الكلب فهمتني وصديق وبرشا امتيازات فيه ويراب العجره ويراب فهمتني يراب برشا حاجات ديجا من القصص بركه يعني العباد هاي تشوف القصص يعني الكلب يعني حاجه فهمتني باهي ياسر بالنسبه للسوق هذاك هو وقت السوق في الاخر وعلى الاخر ما يلزموش ما عندوش كذا هنا تحصل مشيت يتشماو عليك منهم وغادي تهز الكلب تروح بيه تلقى قطوس ولا قرد عندي فوق الخمسة سنين نبيع في الروت والعشرة الكلب معناها تحس معناها ولف كبير والوليف كي يحب يربي معناها سيرتو المغرمية تاع الكلاب الروت فهمني كل شيء فهمني يحس معناها بالاتمام تاع الدار معناها يده معناها متمئن في الدار يبدا عنده كلاب حتى كي يخرج يمشي لبرا في فرنسا ولا المانيا يروح حتى واحد شكون يتلهى بيه فهمني كل شيء فهمني يكون معناه متمان فهمني مش الصراخ كلها تهبط تسرق وياك كل شيء فهمني كلب حراسه للدار
يعني من اعز انواع الحراسه هو النوعيه هذه الرود؟ هو كلاب بوليسيه هما ديجا، هما الكلاب اول ما تخلق جاء من المانيا، فهمني كل شيء، جاء اول ما كسبه هو البوليس باش يتحرى بيه لتونس معناها وكل شيء ويطلع بيه كل شيء، فهمني اكثر شمه هو عنده هو الكلب. الكلب هذاك احسن يشم، كي يشم يطلع الحاجه يطلعها على قاعده، فهمني كسب. انت قلت لي عندك 5 سنين وانت تاجر في الرود، عليه اقبال؟ قبلته خاطر الانسان هذاك فيه حاجه معناها في حاجه باهيه معناها. انت قبلته اما عليه اقبال يعني فما ناس جيت حاب تشري؟ بالطبيعه فما ناس تشري، ناس من المنار من لك دو عندها كل الكلاب هذوكم، ناس مغربيه ليه؟ فهمني ناس تجي منين فهمني، ناس تجي من بزرت تشري فهمني السوق هذا، فهمني السوق هذا ملي عملوها ملي العباد كلها تجي تشري كان من هنا. قداش سوم الراد؟ تو يوصل حتى 800 900 جروه فهمني، مسيلو معناها من حليب امه معناها يده هو والام متشابهين فهمني، فما حساب كبير معناها فهمني فيه. هو بعته مروح؟ انا لا، انا كنت تو ديجا باش ناخو شيت نشوف، عندي واحد صاحبي عنده كلاب هنا فهمني، تفاهمت انا وياه ان شاء الله ربي سهل فهمني كل شيء فهمني. انا ديما كيما نجي ما نجيش النهار للسوق نمرض، نروح مريض فهمني، نحس روحي مريض على الاخر، سيرتو السوق هذا عزيز عليا برشا فهمني. باش نخليك في كلمتين تحكي لي شويه على الراد، كيفاش يعيش كيفاش يتربى؟ قلت لي هو نتاع حراسه باهي في الحراسه. الكلب في تاع الراد الحراسه نتاعو فهمني تكون لايقه فهمني، طبيعته باهيه، ما يكونش اجريسيف فهمني في دار، يكون اللي عنده اولاد يعرف كيفاش يدرسي الكلب. الكلب لازم يكون معناها يكون وافي للماليه فهمني، ما يكونش معناها يعوق ولا كما قال السيد اللي قبلي معناها فهمني، ثم احساس معناها في الكلاب معناها فهمني، تغزر بعينك تعرف الكلب صحيح ولا لا، تغزر له بعينك برك. الرد كيف تعرفه صحيح ولا الرد اسمه من البات من الفم حتى يشيل والماسك، برشا حاجات فهمني، برشا حاجات عنده مشيته سيرتو المشيه نتاعو معناها اذا شفتو يمشي كيما الباربو عرفوا راه باندي هو على حاله راه.